هذا البرنامج برعاية جامعة بيان المعترف بها في بغداد والإقليم. الله كريم. مشاهدينا الكرام، هاي حلقة جديدة من برنامجكم أنت الربحان. طول العافية على حضراتكم يا رب. آمين، يتقبل الطاعات يا رب. وتعالوا يانا بقلعة أربيل، طبعا جوائزنا كبيرة وكثيرة وما تنتهي. يلا نبدي بحلقتنا. احسب الجوع. لا مو كذا، لا ما قلت انا افطار شهي. ها صح، ما قلت والله اليوم ما حشيت. اي صحيح. على مودك. يلا مشاهدينا نبدي. يلا مرحبا. مرحبا. الله كريم عمو. شلون صحة؟ شلون حضرتك اذا ممكن؟ حج شهاب. حج شهاب. حج من يوم حضرت؟ يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شرفك. عندنا سؤال. اقوى نوع حجارة في العالم. شو اسمه؟ إيه أقوى نوع حجر بالعالم؟ شو اسمه؟ حجر الشوان. شو اسمه؟ حجر الشوان. بالأسف. بكد عم بكر. شوية. ما أعرف والله. عمو اللي هناك بعد. لا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. خلي كمل. كمل يعني هنا العائلة. رمضان كريم. رمضان كريم. الصحة. سهلة. احنا برنامج انت الربحان. وسؤالنا يقول كم على مود بين. السؤال يقول اقوى واقصى انواع الحجاره بالعالم. حجر واحد صعبه. بساعدك المدام. تعالي ساعدي. كبرت شيء اي ايه بيش ما اعرف. هو الحجر مال البحر المالح يجي هو. شكرا لمشاركتك. شكرا لك. شو القصه؟ اكو واحد يقول لي يحل الاسئله، يقول لي ترى يغشش الحل مال السؤال مال الحجر. يا حجر شو اسمه؟ غلط غلط. واللي مال زرافه 47 غلط. خلصت غلط غلط غلط. ليش هالسريه هذه؟ ماخذك على صحه. ايش السريه؟ من اللي لازم يا ابو رمضان كريم؟ كل عام وانتم بخير. ما اعرف عربي زين. ما تعرف عربي؟ كاكا مشكله. كيشينيه كيشينيه بكره ديقصي بكم؟ هلا بقوترين برد للجهان. شلون؟ بقوترين برد للجهان. برد برد شاخ. بقوترين برد هر شاخ. زار سباس. شلوني؟ مو بس انت تعرف والثقافات. امين. امين طلعتني بهاي ساسة. امين عبرتني. امين عبرتك بالثقافات الاسترالية اليوم يعني والبندقية. شو رح انام بالليل اليوم؟ باشر مع هاد اللغات. داخل معهد ما لغة. ليش بطلت؟ يقولون بطلت. خمس اكو وقت. شو السالفة؟ الطموح وين؟ صعب ما اكو وقت. الله يساعدك. الله يساعدك. مرحبا. شلون الصحة؟ شرف على راسي. عمو عندنا سؤال. اقوى حجر في العالم. الاسعد. لا من هناك ما يصير من هناك. ورا. لا عمو غلط. لا غلط. اقوى حجر. اقوى حجر بالعالم. حجر؟ اي. اي نوع الحجاره شنو هذا؟ حجر في العالم. عاشق. احنا نشكركم. شكرا لكم. شكرا لمشاركتكم. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام. تفضل قول. حجر الماس. شنو حجر الماس؟ اقوى حجر بالعالم. والله صح. بس منو قال لك؟ ايش مدريك احنا ذا نسال عنه؟ مو خبرتك سمعت منه. هو احنا طيب تستاهل. تستاهل. الف مبروك. ربحت ويانا جائزه مقدمه من جامعه بيان. شفتوا هذه المشكله؟ انه هذا حجر الماس. أنا قلت ألف مبروك. ألف مبروك. تستاهل. شوفوا ترون شنو لكم شغلة والله. إنه أنتم من تشاركون بهاي الطريقة تخلون غيركم هو يربح. أوكي؟ صحيح. فلو نشارك بطريقة شوي حضارية. شوي بهدوء هدوء. شو اسم؟ أنا قلت لك. طيب نستمر. نستمر. يلا السؤال آخر. شنو رأيك؟ يلا. يلا. تشاركوا أنا؟ طيب الزرافة احنا عندنا عمود الفقري في فقرات. تمام؟ عددها معروف. الزرافة كم فقرة عندنا؟ سبعة. شلون سبعة؟ سبعة.
اوكي سبعة ماشي. اذا تقول لي ايش قد طول الوحده اعطيك هديه. اللي ان جوجل ما بيهيج تفاصيل. شلون؟ لا مو جوجل. مو جوجل. اعرفها سبعة يعني. اي ايش قد طول الوحدة؟ صح سبعة. اي بس انا اريد اعرف انه انت مو من جوجل. سبعة سبعة. لا مو من جوجل بس. اي شلون العدد؟ شو اعرفك؟ هسه انا اذا اعرف هذا السؤال فاعرف ايش قد طوله مو صحيح؟ صحيح. ايش قد؟ انطي رقم انت بلكي يطلع صح. سبعة سنتي. لا غلط. شكرا لك. لانه تدرون شنو؟ اي لانه بدا جوجل موجود. بدا يسمعون السؤال ويطلعون. فيلاحقون انه هم شنو يكتبون طبعا ويطلع وهذا يعني يخلي ينظم الباقين اللي يعرف الجواب ويستاهل الجائزه. انه يعني ناس تاخذ جائزه تكون عندها معلومه. صحيح تكون عندها معلومه وتقدر تجاوب عليها بالسؤال. يلا طلع لنا اسئله. كلها وراك. الاسئله مالتي. طلعها على الداتا شو احسن. زين لا انا راح اسوي حركه. عقوني عقوني طلع سؤال راسي. شوفوا له مكان. فاصل شباب. يلا ناخذ فاصل ناخذ لي سؤال وارجع لكم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام واستكمالا لهذه الحلقه وسؤال جديد. نعم سؤال عبد الله. شنو المعركه او ما اسم المعركه اللي انتصر بها نابليون بونابرت على الممالك؟ اوكي شنو هاي المعركه شنو اسمها؟ يلا مرحبا الله كريم. صحة انت بخير. اسم حضرتك؟ يوسف. يوسف استاذ يوسف. اكو معركه انتصر بها نابليون على الممالك شنو اسمها؟ معركه نابليون على الممالك. طيب يا محافظه موصل. للموصل. اي نعم. شلون الموصل شنو اجواء الموصل؟ الحمد لله والله. اي والله شنو اجواء الفرق ما بين هنا والله تدري انت يعني الموصل بعدها تو تتحررت ما صار لها سنتين. ايه؟ الاعمار شويه شويه ان شاء الله مستمره بها ان شاء الله يا رب ترجع لها الحمد لله يعني مستمره وراجعه احسن من قبل ان شاء الله ان شاء الله. نرجع السؤال. اي نعم مال عيد الاياب الله نابليون انتصر على الممالك فد معركه. فد معركه شنو اسمها؟ تدري هذا السؤال ببالي مال نابليون على المعركه انتصر على الممالك. لا لا انا سامع. لا لا انا سامع لهذا بس خوي واقف ورايها. انا اشكرك شكرا جزيلا حبيب قلبي عيني الف الف. تقدر تشارك بس تعال هنا شويه. يلا يلا تفضل. رمضان كريم كل عام وانت بخير. عندنا سؤال. اسم حضرتك؟ حسام. حسام الكويسي. اهلا وسهلا تشرف. يا اهلا وسهلا بك. معركه انتصر بها نابليون على المماليك. نعم. شو اسمها المعركة؟ معركة عين جالوت. غلط. شكرا جزيلا. غلط. شكرا جزيلا. غلط والله. لا لا مو عين جالوت. شوف جوجل مرات غلط ترى. ايه ترى. جوجل يغلط. مرات يخدر. هلا عبد الله مروان انت جايين. انا شوف شفت. راح يسوون شركة جوجل وياك. شنو شفته؟ اسف امين. شفته انه ما قدر ما يلحق. ايه. اوكي. اي بعدين عين جالوت معروفة يعني. ايه. معركة تاريخية. شلون راح يسوون عليك حملة شركة جوجل اذا يسمعوك. عبد الله ضد الجوجل. منو بعد ناخذ؟ يلا شوف. اريد عائله بصراحه. هناك عوائل ترى. تشوفوا؟ يلا. يلا. كان عرفوا ان احنا متجهين لهم. رمضان كريم. شان الصحة؟ عيني يا هلا ومرحبا. انتم بخير يا هلا. برنامج انت الربحان. سؤالنا يقول معركة اللي انتصر بها نابليون بونابرت على المماليك، شنو اسمها؟ والله هي معركة نابليون بونابرت المعركة اللي انتصر بها على المماليك. على المماليك؟ تاريخ تاريخ هذا ما اختصاصنا. المعركة اللي انتصر بها بونابرت على المماليك. انا اسألك انا اسألك المعركة يا شباب المعركة اللي انتصر بها نابليون على المماليك شنو اسمها؟ ما اعرف. ابد؟ ابد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مشاركتك. طيب. اشكركم وايد. طيب خلينا نشوف بعد. رمضان كريم شاركوني يانا. السلام عليكم. مرحبا عمر شلون الصحة؟ شلون الصحة؟ الله يخليك. احنا قناة سوا مرة عندنا سؤال المعركة اللي انتصر بها نابليون على المماليك شو اسمها؟ نابليون على المماليك هي في شيء مصر صار. اي صحيح. اكتب لك اياها. يعني اسمها مو رأس الرجاء رأس ال ما بيها رأس اوفر رأس ما بيها طال عين جالوت. لا انجاز معروف معركه اخرى. خلينا نشوف العائله بكت. مرحبا خالد. يعني بكت عمو يلا بكت هاي دكتاتوريه حتى من اسئله ودمرتوني. شنو انت هسه سويت؟ انت لا ولا عين جالوت ولا وحده من دول.
المعركة اللي انتصر بيها نابليون على الممالك؟ والله ما أعرف، ما أعرف لا. ما تعرف مين؟ أبد. شكرا جزيلا. شكرا مشاركتكم. طيب. إن شاء الله. طيب. يلا. مشاهدينا الكرام مستمرين. البحث عن عائلة بصراحة. المعركة اللي انتصر فيها. عندك شعر؟ خادم أشارك. انت اشارك نشوف الشعر ممكن يعني هذه نزل بها من هي البنيه لا راح انت على وحده يقول نورهان يا روح الروح شوفت تداوي المجروح هذا صوتك انا ما اسمعك يقول نورهان يا روح الروح شوفت تداوي المجروح وشاكو بنيه مثلش فدوى العيون اش تروح نورهان يا محنيه فديت شي احلى بنيه واذا خليتش بدايه واذا جتيني ما عليه ده في الصيف وروح هلا نورهان هلا نورهان من نورهان كن قرايبه اي صديق هسه شعر تفضل يلا شنو الشعر السؤال هو السؤال شنو السؤال ترى اعرف السؤال سألني عليها لا شنو السؤال ام بابا ها ام بابا ما اشتك بالجوجل ولذلك ما اريد شفت شلون طيب ما هي مشكله هذا اي طيب يعني حلو واحد يكون عنده المعلومه اللي من واحد يقول لي ارشاك اشارك ليح عبد الله ما يقدر والله انا اسف المشاهدين والله انا اسف بس ما اقدر بس لا صدق اكو ناس تستحق انه عندها معلومه تستحق الجائزه شيل غلط ما احبه برضه احنا نكون ربع الناس اللي يستاهلون بصراحه صح وبعدين ليش تروحين بعيد اكو عوائل ويستاهلون انه ما يربحون مو صح بس انا ما ادري اربحهم اربح الشخص اللي يستاهل يعني اوكي اللي عنده معلومه طبعا هو اللي يكون اكثر يعني اكثر يكون يستحق الجائزه مو صح زين خلينا نطلع منها يلا شباب شباب بدي يقولوا منك يلا خلينا نسال هذول يلا اتمنى عافية الزمه الزمه ما تنهزم عادي الموضوع طبيعي موضوع طبيعي عادي شاركوا ويانا يعني ممكن تفوزين كنت بخير كنت بخير من المواقف الصعبه ما يصير والله راسي السؤال بس ما جاوبه والله؟ ايوه كان سؤال شنو السؤال؟ سؤال ثاني قلت له هو ما يعرفه ما اعرفه انا بس سؤال جزء غير عليكم يعني احنا عندنا سؤال يقول نابليون لما انتصر على الممالك بمصر المعركه شنو اسمها؟ ما اعرف ما تعرفه معركه صلاع الدين؟ لا فكر معركه بدر خان؟ لا لا بعد اتذكر كل المعارك معركة بذر اذربيجاني اعتذر منك شكرا جزيلا شكرا جزيلا طيب مكملين جولتنا مشاهدينا الكرام يعني الاسئله وصلت لي هنا مالتنا مو هذا السؤال اللي قبله السؤال ده ينتشر ده ينتشر ما شاء الله ناس الناس مساعده طيب هاي عائله روحي لهم انت اتمنى انه تكونوا ثابتين رمضان كريم رمضان الصحه الحمد لله وزينه برنامج انت الربحان قناة سامراء تفضلوا شاركوا وياها عندنا سؤال سنداري اللي هيك على الكاميرا السؤال يقول المعركة اللي انتصر بيها نابليون بونابرت على المماليك شنو اسمها؟ فكر فكر فكري جي دورك المعركة اللي انتصر بيها نابليون على المماليك شنو اسمها؟ ما اذكر اصلا حاول فكر فكر ترى ماخذي بالتاريخ اكيد ما في انا بس يعني تعرف تستذكروها؟ بنت غنى غنى الله يخليكم عاشت الاسامي شكرا لكم شكرا لمشاركتكم ما حد بده يعرف هذا السؤال صعب لا اللي والله اللي قاري تاريخ ما اتوقع ينساها لانه هي طبعا معركه معركه فصلت بالتاريخ وكانت موجوده في كتبنا نفس العائله اللي يمكن التقينا بها قبل شويه هذا ما دهروا نفس رمضان كريم اوكي طيب رمضان كريم انا وسهلا بيك انت بخير انت بخير وين حضرتك؟ انا من موصل بس ساكن بكويسنجر شلون هالاجواء بقلعه ارفع؟ والله جدا روعه ما شاء الله الله يديم علينا وعلى امه محمد امين يا رب عليكم وعلى امه الاسلاميه اجمعين يا رب الله يبارك فيك برنامج الربحان وعندنا سؤال شكرا خلت لي مكان ما لاقي الكاميرا سؤال يقول المعركة اللي انتصر بها نابليون بونابرت على الممالك شو اسمها هاي المعركة؟ والله بصراحة كل شيء ما أعرف من الأخير لا 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 عبد الله ما أحب أعرف نفكر احنا
فكر شوي براحتك فكر عندنا وقت شلون يعني اعطيني حب شويه هاك انطل عبد الله جوعان من اول بدايه الحلقه سؤالك انا راح اخذ حب شويه ما تتفكر اوكي ما عندنا شيء نعيد بالسؤال اكو معركه انتصر بها نابليون بونابرت على المماليك احنا ماخذيه بالتاريخ ايام زمان والله ما اعرف شوفي زوجتي ساعدي تعالي المعركة اللي انتصر بها نابليون بونابرت على المماليك شو اسمها هاي المعركة؟ والله ما اعرف شوية ما اعرف شكرا جزيلا شكرا مشاركة بس بعد لا تعوفي ظلي قاعدة ان شاء الله على الحلقات الجاية اوكي عندنا 3 دقائق شوف انا نعم ما انه انا عندي خبرة ايه وحطوا لي كابتن بهذا البرنامج يعني تتابعين طوبة اي كابتن رقم 10 انتو هنا اشارة صح انا حاطين لها اشارة تلقائيا طيب حكم خبرتي بهذا البرنامج باكر البس هنا اشارة انه اليوم ما حد راح يحل هذا السؤال صحيح هي 3 دقائق ظلت ما انا راح احله يلا اوكي تتجازي خلينا نعطيك جائزة اي احل السؤال اوكي المعركة هذه كانت في بين المماليك ايه؟ وبين نابليون وانتصر عليهم نابليون بونابرت تمام المعركة ايه؟ اسمها معركة امبابة امبابة وهي على فكرة المنطقة هي موجودة بالقاهرة ومن اعرق المناطق اللي بالقاهرة حلو. منطقة شعبية حلو فيها هواية يعني محلات ايضا شعبية تقريبا مثل القلعة يعني باختلاف العصور طبعا يعني طبعا. فالمعركة اسمها معركة امبابة تمام حلو فأنا حليت السؤال حلو هاي المعلومة يعني للمشاهدين حتى في الحلقة الجاية سؤال جديد جدد السؤال أوكي. ان شاء الله يكون اسهل ربحت ويانا جائزة مقدمة من جامعة بيان لا جامعة بيان هاي جائزة ابو سارة يعطيني من هاي لا خلاص هاي انا عليت إيه؟ انا اللي ما يحل نعطيها لا لا انت قريب علينا فما انا اشكر متابعتكم ومشاهدينا شكرا الكرام. لكم متابعينا شكرا لي امين وشكرا لي علي وشكرا لي بنان باكر تابعونا بنفس الموعد شكرا لكم جميعا باي باي. الى اللقاء هذا البرنامج برعاية جامعة بيان المعترف بها في بغداد والإقليم.